قضية التبليط أو قضية شوارع أو بناء مجسرات بسيطة، يعني ما أعرف من زمان هذه المطالبات، ولكن للآن ما لقت أي طريق للحل أو للاستجابة. نعم ستستبرق والله العظيم من خلال تجوالي في المناطق عدة، يعني في أطراف بغداد وداخل بغداد، يعني أنا أكون خجول جدا من مطالبهم اللي هي مثل ما تفضلتي تعبيد الشوارع، والله لو محولة هذه نقص، لو مثلا هاي المدرسة كذا. أنا اليوم كنت في مدينة النهروان، يعني الحمد لله حصلنا على من ناس خيرين فشغلات بسيطة، رحلات يعني مدارس، نقص رحلات اللي يقعدون عليها الطلبة. الحمد لله والشكر حصلنا بعض الرحلات ووزعناها إلى تقريبا 6 أو 7 مدارس، والله العظيم ما تشوفين فرحة المدرسين، مدير المدرسة إيش قد فرح بهذا الشيء. مدارسنا تعاني بشكل يعني لا يطاق بصراحة دكتور. الستية مو بس الرحلات، لا يعني مناهج الدراسية من التحتية، المدارس متهالكة وتعرف حضرتك. نعم. المدارس يعني تهدم مع بداية كل سنة ويحول الطلاب إلى يعني مدارس أخرى، وبالتالي هذه المدارس المستضيفة راح يصير أكثر من دوام، ودخلنا بدوامة الدوام المزدوج الثلاثي اللي ممكن يصير 4 دوامات بالمستقبل القريب. فمو فقط هذه الأزمة أو هذه المشكلة بالجانب التربوي. طيب والحل؟ الحل يعني في بناء مدارس، توجه الدولة أو توجه الوزارة اللي هي معنية بوزارة التعليم أو وزارة الصحة بتخصيص الميزانية المخصصة لهم من خلال ميزانية الدولة على بناء هذه البنى التحتية على أقل تقدير، وتوفير المستلزمات إذا كانت الطبية والتعليمية والخدمية الأخرى، منها تعبيد الشوارع. يعني أنا يعني استغرب انه مواطن يجي يقول لي اريد تبلطون هذا الشارع. يعني ليش الا مطالبات ومناشدات دكتور؟ ما اعرف يعني. احنا شوفي يعني هسه لو حضرتكم ايضا طالعين وشايفين الدول العربيه والدول الاجنبيه كلها، والله ماكو شارع يعني ما مبلط، ماكو شارع مو نظيف، والعلامات المروريه موجوده، والترافيك لايت بيشتغل، وكل الامور النظاميه هي موجوده. هاي بالجوار القريب كلش. نعم بالجوار القريب. نعم نعم.